السلام عليكم أعزائي الفلاوان، صح فطوركم، صح شربتكم، صح سحوركم على حسب التوقيت اللي راكم تتفرجوا فيا فيه. هذا الفيديو مهم فهمت عارف شرح لي العربية ساعتي هكا مش راح نكوبيها غنخليها في الفيديو. بغيت هذا الفيديو راح نحكوا على واحد الحاجة مهمة بزاف لي زيتيديون اللي حابين يقروا في فرنسا، وكثير منكم قالوها لي سواء في التعليقات وإلا في الرسائل، اللي هي مشكلة تاع لو لوجمون. إذا كان ما عندكش لا فامي في فرنسا، يعني أنت ما تعرف حتى واحد في فرنسا، ولا مام إذا عندك لا فامي في لا فرنسا مي ماشي في لا فيل، أنت وين راح تقرا؟ وثانيك تخاف انك تدير ريزرفاسيون دوتيل ويجيك ان ريفو باسكو ولاد الحرام لي زاجونس دو فواياج تعطيهم 300 ولا 400 باش يديروك ريزرفاسيون دوتيل، يديروها انيولا ابري 48 ساعه. يعني انت من الوقت اللي يجي لو طون باش تيبوزي لو دوسي تاعك تاع الفيزا تكون ديجا انيلي، ويجيك ان ريفو بسبب لو لوجمون. في لا فيديو تاع اليوم راح نحكوا على لو لوجمون، كيفاش انت تقدر تكري والا تريزيرفي اون شامبر في سيتي يونيفرسيتير، او بيان كيفاش تقدر تلقى un logement lui coûte 100% garanti ما فيش وقع الشك، ويعاونك في الدوسي فيزا تاعك، ومام كي تطلع هنا مام ما عندكش لا فامي ما تعرف حتى واحد، ما تخاف من والو لانه مضمون 100%. alors قبل ما نبدو ما تبخلوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كلش، تزيروا لايك، ومن بعد تلافان تاع الفيديو اذا عجبكم ما عجبكمش، اذا كان عندكم تعليقات ولا نقد ما تنساوش تقولوه لي في التعليقات. ان ليتس جو ما تجيو تقول لي تبان بزاف هكا شويه تقرب للكاميرا، بصح انك قرب ما عمليش عليه. بالنسبه لي لوجمون، اذا نتايا حاب يكون عندك اون شامبر في سيتي يونيفرسيتي، يعني غرفه في الاقامه الجامعيه، ولا تكري ستوديو، ولا تكري ابارتومون، ولا دير كولوكاسيون، يعني زوج ولا ثلاثه مع بعضهم، على حساب انت والامكانيات تاعك ولا انت الدراهم اللي عندك. واش لازمك؟ اول حاجه لازمك دير لو دوسي سوسيال ايتوديون ديلي تاعو من لو 20 جانفي جوسكا 15 ماي باغ اكزومبل تاع لاني 2022 2023. ديلي باش دير انت لو دوسي سوسيال ايتوديون هو من لو 20 جانفي جوسكا 15 ماي 2022. وين دير هذا لو دوسي سوسيال ايتوديون؟ ديرو اون ليني في واحد لو سيت اللي حكيت لك عليهم بزاف، ودرت ميم فيديو شرحت فيه على هذا لو سيت اللي هو meservices.etudiant.gouv.fr. دونك في هذا لو سيت meservices.etudiant.gouv.fr راح تكليكو على لونجلي اللي فيها دوسي سوسيال ايتوديون. بعد ما تعمروا اون ليني لو دوسي سوسيال étudiant تاعكم راح يجيكم ايميل من عند لو كروس يكون فيه كونفيرماسيون ديبو لو دوسي تاعكم نتوما. هنا نقطه لازم تعرفوها، هنا الخدمات الاقامات الجامعيه ولا علاش كيسموها في الجزائر، هنا اون فرانس اسمها كروس اللي هي لو سونتر ريجيونال دي زوفر يونيفرسيتي اللي متعلقه بلو لوجمون بلا بورس ترانسبور الماكله لا في ايتوديونت لا في يونيفرسيتي كاع الصوالح المتعلقه بالونيفرسيتي والخدمات تاعها. بعد انتم ما درتوا الدوسي سوسيال ايتيديون تاعكم راح نمشوا ليتاب لي من بعدها اللي هو باش تشوازيو ان لوجمون. بور شوازير ان لوجمون كيفاه تختاروا لو لوجمون تاعكم؟ لاتريبيسيون دي لوجمون سو في اون دو فاز، ديبي ماي بدايه ماي راح يجيكم ايميل من عند لو كروس باش يقول لكم تختاروا لو فو تاعكم او تختاروا الاقامات الجامعيه ولا لي شامبر وين حابينهم انتوما. في لو سيت trouver-un-logement.lescrous.fr trouver-un-logement.lescrous.fr راح تختاروا فيه انتوما الاقامات الجامعيه والا لي شامبر ولا لي ستوديو ولا لي كولوكاسيون تاعكم انتوما. راح يكون عندكم deux vœux chaque secteur. Secteur, واش معناها؟ معناها la ville de l'académie. يعني نتوما بالمجمل عن طريق لو كروس راح تقدروا تختاروا ستة إقامات جامعية. زوج إقامات في شاك سيكتور. باغ إكزومبل تقدروا ديروا زوج سيتي باري، زوج باغ إكزومبل مونبوليي، أن باغ إكزومبل ستراسبور، لوتر ليون، نيس. فهمتوني كيفاه؟ دونك باغ اكزومبل في شاك فيل تقدروا تختاروا غير زوج اختيارات، غروسو مودو تقدروا تختاروا ستة اقامات جامعيه، في شاك فيل تقدروا تختاروا ماكسيموم دو سيتي يونيفرسيتار ولا دو شامبر. بعد انتم ما تختاروا الاقامات الجامعيه في جوان تجيكم لي ريزولتا اسكو قبلكم ولا لا، لا باغ ميل ولا باغ اس ام اس. من بعد لا كونفيرماسيون راح يكون عندكم ان ديلي دو 7 جور كما يقبلوكم في احد الاقامات الجامعيه باش انتوما تكونفيرميو هذيك الاقامه وتخلصوا لو لوايي
تاعكم. alors شنو هما لي ديفيرون تيب دو لوجمون، شنو هما الانواع تاع لوجمون اللي تقدروا نتوما تكريوهم؟ كاين لي شومبر. alors لي شومبر واش نقدروا نلقاو فيهم؟ راح يكون عندكم الشومبر تاعكم راح تكون موبلي، معناها فيها لو لي، فيها تابل دو ترافاي، فيها فريغو، فيها ميكروووند، يكون عندكم ارموار. بار كونتر لا كويزين تكون كوليكتيف، وثاني سال دو ترافاي يكون فيها بيبليوتيك، فيها لافري، فيها سال دو سبور، فيها كاع واش حبيتو. كونيكسيون انترنت يعني الواي فاي يكون باطل. هذو لي شومبر يونيفرسيتير كاين مينيموم من 200 اورو شهر، يعني تكريوها شهر ب 200 اورو، وبعد على حسب لارجور تاعها ولا على حسب لو سيرفاس تاعها، المساحه تاعها تطلع حتى ل 500 600 700. مي انا ننصحكم اذا كنتوا راح تكريو شومبر يونيفرسيتير اكرو وحده تكون تاع 200 300 ماكسيموم. اذا كان عندكم بزاف دراهم روحوا اكرو ستوديو ولا اكرو تي 1 ولا علاش حتى تكريو شومبر في لاسيتي يونيفرسيتير وتكون بزاف غاليه. اذا ما حبيتوش اون شامبر كانت بزاف عندكم دراهم تقدروا تكرو ستوديو تي 1 فوالا. مي انا هنا راني نخاطب في كيما يقولوا في اغلبيه لي ستوديون اللي جو من البلاد يكون معنا مش بزاف دراهم، هذا هم بداو حياتهم. ننصحكم ميم اذا كان عندكم شويه دراهم خبيوها وتكريو اون شامبر باسكو سي لو موان شير، وهذه غربه كيما يقولوا. اذا نتوما ما حبيتوش تكريو ولا ما لقيتوش دي زوفر ولا لا قدر الله جاكم غفي من كاع كيما نقولوا حنا لي سيتي يونيفرسيتير اللي يكونوا تابعين لو لوكروس اللي قلت لكم في لو سيت تاع trouver-un-logement.lucrous.fr اللي هو نلقاوه في meservices.etudiant.gouv.fr. هذا السيت مهم بزاف نعاودها ونقولها في شاك فيديو. تحتاجوا في لابورس تاعكم، تحتاجوا في القرايه تاعكم، تحتاجوا باش تلقاو خدمه، تحتاجوا باش تلقاو لوجمون، اي حاجه تلقوها في هذا لو سيت. اذا نتوما لا قدر الله ما لقيتوش في لوكروس والا ما قبلكمش تقدروا تكريو عند دي بارتيكولي ولا ناس اللي تكون مش تابعه لوكروس. وشنو هو هذا لو سيت اللي نقدروا نلقاو فيه لي لوجمون؟ لو سيت اسمه locaviz.fr. لو سيت اسمه locaviz.fr. الوغ البونيس اللي نزيد لكم في هذا لا فيديو انه انتم كيما تكريو اون شامبر ولا ان ستوديو ولا ميم ديرو كولوكاسيون ولا ابارتمون، كاينه حاجه في لاكاف اللي هي لا بي ال اللي انت كيما تكون ايتيديون بورسيي ou bien non boursier ou تخدم ولا ما تخدمش لا كاف راح تخلص لك بورسنتاج من اللوايي تاعك. اذا كنت تخدم و non boursier ou étudiant لا كاف تخلص لك 70% من اللوايي تاعك. اذا كنت étudiant non boursier وما تخدمش لا كاف تخلص لك 30% من اللوايي تاعك. ثاني كاينه حاجه اسمها فيزال اللي هو لو غارون، انت يا كيما تكري اي بلاصه اون فرانس لازم لك ان غارون باش يقدروا يكرولك. اذا انت ما تعرف حتى واحد في فرنسا كاين حاجه اسمها فيزال اللي هو يكون لو غارون تاعك. ومام اذا كانت عندك ظروف وما تقدرش تخلص اللوايه تاعك لا قدر الله ما عندكش دراهم ولا ماكش تخدم ولا كذا، فيزال تكوفري لك اللوايه تاعك وبعد انت راح تخلصها بالتقسيط. دونك هذا لا فيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ولات عندكم ايدي وما تخافوش كامل باش تحاولوا ديروا لي ديمارش تاعكم باش تقراو في فرنسا ان شاء الله. ما عندكش لا فامي، ما تعرف حتى واحدة هنايا، توكل على ربي وان شاء الله فيها خير. اذا عجبكم هذا الفيديو استفدتوا منه قولوا لي رايكم في التعليقات. اذا كان عندكم مواضيع اخرى سواء على ليزيتود اون فرونس ولا على مواضيع الشباب ما تنسوش ثاني تقولوها لي في التعليقات. كان معكم فابوس، مني لكم كل المحبة والاحترام. سلام.